انا مش عايز اسال، هو معاك واعرض اللي انت عايز تقوله، لانك فاجئتني على الهوا ان فعلا بيتم مغالاه غير طبيعيه في اسعار السلع اللي انا بستهلكها كمواطن، وانا اساسا يعني بان مش لاقي فلوس، مش لاقي اغطي احتياجاتي. اتفضل يا استاذ احمد. اسمح لي الاول ان انا من خلال برنامجك المحترم دوت ان انا اوجه تحيه اجلال وتقدير واحترام لرجال القوات المسلحه اللي بيخوضوا حرب شرسه لا تقل عن اي حرب دخلتها مصر في الفتره السابقه لتطهير مصر من الارهاب المسلح، واحنا يعني كل الشعب المصري بنقول لهم احنا في ظهركم وربنا يوفقكم وربنا ينجيكم، وكل الاجلال والاحترام للشرفاء النبلاء الشهداء اللي ضحوا من اجل امن واستقرار هذا الوطن. واشاركك واشاركني كل وطني مصري حر هذه التهنئه. احنا اذا كان سياده الرئيس خد خطوات كبيره جدا في القضاء على الارهاب المسلح وانقذ مصر من الارهاب ومن المؤامره الارهابيه اللي كانت المسلحه اللي كانت عايزه تدمر مصر، ده احنا شفنا حاجات كتير جدا. احنا دلوقتي بنتعرض لمؤامره اقتصاديه واستحواذ واحتكارات للشركات الكبيره اللي السبب الرئيسي في كل الارتفاعات اللي بتقن منها الدوله في كل السلع اللي احنا موجودين بيها والشعب المصري بيعاني منها اكبر معاناه. انا زي ما قلت لحضرتك ان فعلا الكلام اللي انا بقوله لك ده موثق باوراق وبيانات واسعار وتكلفه، سواء المنتج اللي بيتباع في مصر او المنتج اللي بيجي من بره، لان هم كانوا بيتهموا المستوردين ان هم سبب كل المشاكل اللي موجوده في ارتفاعات الاسعار، والمستوردون دول جشعين وحراميه والكلام ده كله. انا بعيد بقى عن الجزئيه بتاعه ارتفاعات الاسعار، هنقول هو احنا مضطرين ان احنا نستورد؟ لا، احنا ما نقدرش نستغنى عن الاستيراد، ما نقدرش نستغنى نهائي، يعني لازم نستورد. ده في ايه بقى؟ ده في الصناعه اساسا. كل المكونات اللي بتوصل من بره في الصناعات المصريه بتصل في بعض المكونات ل 80% و 100% في بعض السلع، وبالتالي لازم استورد. لازم تستورد. اذا الاستيراد ليس رفاهيه. لا مش رفاهيه، ده ضروره عشان خاطر تبدا تصنع وزي ما بتقول المنتج تطلعه من مكون مصر. جميل. القصه بقى اللي بتحصل في ان في الصناعه المصريه زي ما قلت لحضرتك المكون الخارجي بيكلفنا كتير جدا لان اغلبه بيجي من بره. فلما النهارده تيجي تشتري المكون بالكامل بالدولار وتيجي تدخله في البلد، المفروض طبقا للتسهيلات اللي مدياها البلد للمصنع المصري انه يبيع السلعه بسلعه بس باسعار رخيصه. نعم. ولكن للاسف الشديد بعد القرارات اللي صادرت من وزاره الصناعه والتجاره، قرار 43 اللي هو منع المستوردين ان هم يتعاملوا في نفس السلع الا لكبار المستوردين، اصبحت هناك الاحتكارات ازدادت احتكار، واصبح في يعني عمليه ابتزاز للمواطن المصري تحت مسمى القرار 43 والقرار 91 وقانون الاستيراد الجديد والكلام ده كله، اللي كنا يعني سمعنا ان الدوله بتحاول انها تساعد في تشجيع الصناعه المصريه. احب ادي لحضرتك امثله ولا اكمل الاسباب الرئيسيه في البتاع؟ انا كراجل في السوق وعارف ايه اللي بيجرى في السوق، الشركات الكبيره اللي ليها اسماء علامات تجاريه كبيره في قطاعات زي ايه؟ في كل القطاعات، من اول النسيج والملابس الجاهزه وادوات التجميل والسيارات والكابلات. هنا الشركات الكبيره العالميه ولا المصريه؟ العالميه. اللي ليها وكلاء هنا في مصر، اللي لهم وكلاء. او بيصنعوا هنا في مصر. نعم. حضر حضرتك مثل وانا اجيب لك عشان كل ما ادي المثل ده الناس تقول لي لا مش معقول الكلام ده كله. نعم. احدى الصناعات في صناعه النسيج شركة من أكبر الشركات أو أكبر الأسماء اللي موجودة هنا في مصر. الأجنبية. عايز أقول لكم